السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي ما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم. أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم مع حضراتكم علاء السعيد أستاذ دكتور علم التحالف بجامعة الإسكندرية كلية العلوم ومعار حاليا في جامعة القصيم بكلية العلوم أيضا. بنتكلم النهاردة على عنوان جديد على تكوين الأبواغ البازيدية والجسم الثمري في الفطريات البازيدية أو البازيديومايسيتس والتكوين البازيديوسبور فورميشن. بيكون الشكل الفرونت الخلفية في الشاشة اللي قدام حضراتكم ده بيبين الجسم الثمري أو نوع من أنواع المشروم اللي احنا بنتغذى عليه أو بيبقى موجود في معظم أكلاتنا في البيتزا وخلافه، وبيكون دورة حياته على النحو التالي. هو طبعا شكل مبسط لان فيه خطوات كتير حقيقة، لكن احنا بسطناها في هذه الخطوات الستة قدام حضراتكم، وفي خطوة صعبة هنشوفها في الاخر. هنشوف مع بعض خطوة خطوة بالشكل ده. الخطوة الاولى بنلاقي ان كل الخيط في الخيوط الفطرية بتكون هنا ثنائية النواة، بتكون كل نواة منهم N يعني أحادية المجموعة الصبغية. بنتكلم أو بنركز على الخلية القمية زي ما حضراتكم شايفين عاملينها بلون مختلف، عاملها بلون مختلف، وهنشوف إيه اللي هيحصل. بنلاقي إن النواتين دول بيندمجوا في نواة واحدة تبقى 2N ويبتدي يتكون فراغ، متأسف فجوة مش فراغ، فجوة بالخلية. الفراغ بيبقى فاضي خالص ما فيش جوا حاجة، لكن الفجوة بتبقى موجودة بعض فيها بعض المركبات وسوائل ولكن ليس فيها عضيات للخلية. بنشوف الخطوة التانية ايه اللي بيحصل في النواة دي. بعد ما حصل اندماج تبتدي النواة اللي كانت 2N اللي اتكونت في الخطوة الاولى تنقسم الى 4 أنوية كل منها N، وتبتدي الفجوة تكبر داخل الخلية. هنا الحقيقة بيجي سؤال مهم جدا، طب ما اذا كانت الانويه هنا 4N وكل واحده منهم N، طب ما كان الخليتين اللي في الاول النواتين اللي في الاول كل واحده فيهم N عملت واحده زيها وخلاص. حد يعرف الاجابه؟ نفكر كده مع بعض لغايه لما نوصل لاخر الفيديو وبعدين نجاوب على هذا السؤال. يعني ليه اندمجوا وبعدين رجعوا انقسموا مره ثانيه؟ ما كان ممكن ينقسموا ميتوزيا ويكونوا كل واحده تكون نواه زيها وخلاص، انما ليه اندمجوا وبعدين يحصل فيتراليزيشن يعني واندماج ثم يحدث انقسام ميوزي؟ الانقسام اللي بيحصل هنا انقسام ميوزي يعني اختزالي. ليه بقى الحكايه دي؟ ده هنجاوب عليه في نهايه الفيديو. ثم ناتي للخطوه اللي بعد كده، نلاقي الخطوه رقم 3 ان يبتدي يتكون 4 زوائد في الخليه القميه، تظهر 4 زوائد يعني موجوده في الخليه القميه وبيبقى فيها موجوده سيتوبلازم. طيب ايه اللي يحصل بعد كده؟ يبتدي الزوائد اللي كانت موجودة يبقى فيها انتفاخات في الاخر فوق تستطيل تكبر، ويبقى فيها انتفاخات في فوق والفجوة تبتدي تكبر والخلية نفسها تبتدي تكبر. ثم في الخطوة رقم 5 يبتدي تتكون 4 حجرات اللي هما بداية تكوين البازيديوسبورز او الابواغ او الجراثيم، تبقى جاهزة اهي. وهنلاحظ ان هتبتدي الانوية كمان كل واحدة فيهم تتجه لقاعدة الحجرة اللي هي هتدخل فيها وتبتدي الفجوة تكبر في الحجم. نشوف الخطوة اللي بعد كده رقم 6، بتبتدي الانوية تدخل كل واحدة في الحجرة بتاعتها ويتكون حاجز اهو، بيتكون حاجز في نهاية كل حجرة، بيتكون حاجز في نهاية كل حجرة عشان يحجز النواة ما ترجعش مرة تانية، وكده بتكون اتكونت 4 أبواغ أو 4 جراثيم في على الخلية دي. والخلية في الحالة دي القمية بنسميها بازيديوم اللي هو بيشيل 4 جراثيم أو أبواغ خارجية، وبتكون الفجوة ملت معظم الخلية. في النهاية خالص البازيديوسبورز أو الأبواغ أو الجراثيم الأربعة اللي موجودين دول بيبتدوا ينطلقوا ينفصلوا في على التربة المناسبة أو المكان المناسب عشان يدوا خيوط فطرية ويرجعوا يكونوا جسم ثمري ونعيد دورة الحياة من جديد. بكده بتكون اكتملت دورة حياة البازيديوسبورز أو اكتمل تكوين جسم ثمري جديد والبازيديوسبورز في الجراثيم متأثر في الفطريات البازيدية. ويعني إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أسأت أو أخطأت فمن نفسي.
اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا. وإلى أن نلتقي في فيديو جديد في تبسيط العلوم، أترككم في رعاية الله وأمان، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.